هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة، لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.